جزاك الله خير الجزاء شيخ. سؤال شنات سائلكم وحوك وسوي دينيا، حدي قف مسلم أهل وعذابي قبرية مدة دير مالنت قيامها ملسي عذابي يا مركلي. الحمد لله. مسألة قبرك يا عذاب كيسو مر قيب وحيكات هاي وحيابها مكفرات الذنوب كأبي كمن نقون كرتا عموم كحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها تقوح ذا مدة دمي بالغة دافية دعاب قبرك وعقاب هي كلا كلمه ورجينا إن كمين نقطة وحياوها مكفرات الذنوب كا إيه دم بقى لو قلنا فصيدا مصائب كا الدنيا دا كل عدا إيه ابتلاق إيه امتحان كا الدنيا دا خوف كل عام بشركي سامة نفتي سامة مالكي سامة هذه الطريقة دي الصبر كا دي مارو أي مكفرات الذنوب ويهين بيش دائد إيه امتحان كا قبر ونا وغيهين قيب كمدة وحياوها مكفرات كا مركي عموم كا حديث ثاني إقنو كدب دي قدرك قبرك عقابته وكم مري هي قدرك اي دافي كرتو بي كحرانتهي سامينت اي اخرى كوية بعد ذلك قف قبرك اي برزخ اي قيامة الشدائد كذا ومريو سكوة ذا دارو ومكفرات للذنوب لكن دنبقات سامايستي انتابوا لأكا لابا دنبقات سمايسي مكي محسناتكو اي بابينا ييمبا بسواكي توبادا اوباهنا مكفرات كالذنوبتو ان توبادا شروط دي لما يسترطي هين ذنوبتا موضا ترتران قارو حاجرة ذنوبتا قاران حقوق دا آدمها وحل حريرة يجينا العفس ويديسة اي شروط قارة له سصدرتاد شروطي كاركا تلا هاي كو وطبعا دي قف دنت ان صورة قال وحين ود العفس لو يديستي احد ايو قدر كان كو قاري اي قدر كالذنوب تادو هاي دي كار دافي كرتو وإلهي مشي ادي سي دوري تان كيس اخدو عايس كدب وهنا عكرتا قفكو انتا انا كاكا كاتو وهنا عكرتا قفكو انتا كدب دنبية انتا كسي حرام إن آخرية حسابتك هي ميزانية عذاب وكذا مبينة دينا وانا عكرتها يبقى يقول حرام تهي دي أضو واحد سما يسمحوها انتابوا لأكا عقاب كان سإنتين لأك بوكجين كرا مبدأ مكفرات الذنوب بكمتة لكن مكفرات الذنوب كان انتاني مكفر انت هاي وحاقي وكوين ناقض أوردن مسموضة ناقي كرتو تا تفاصيش الذنوب تهذا يدنع مشيئة دي الردوني تانك لها بيكو حرام تهي بالله توفيق جزاك الله خير الجزاء شيخ.